بصمت ما تكلمش برشا. نحكي لكم على الفنانة التونسية ناجحة جمال. مرحبا ناجحة. مرحبا بك أميمة، تحية ليك ولكل عاملين بديو أنا في إيه. ربي يفضلك البركة فيك ونعزيك ونعزي أهلها وأصحابها والناس اللي قرب منها والعائلة الفنية الكل. نعزي كل الموجودين في الميدان الفني وكل أصحابها وحبيبها وعائلتها اللي من قريب واللي من بعيد، لأنه فايزة خليت برشا محبة، خليت برشا صدق، خليت برشا الحب، الحب كمية الحب اللي خليتها فايزه هذيك اللي باش تشفع لها في اليوم الاخر، خاطر في الاخر كلنا باش نموتوا وفي الاخر باش يمشي كان فعلنا، وربي يرحمها وربي يصبرنا على فراقها. اكيد باش نخليو كان الفعل الباهي وباش نخليو كان الكلمه الباهيه. الفعل الباهي عزيز هذاك علاش نقول ان شاء الله نتعبوا عزيزتي، ان شاء الله نتعبوا ان شاء الله. هذاك علاش نقول انا راي الدنيا فيها موت، نتفكروا اللي ما هي دايما لحد الدنيا هذيا. الدنيا اللي دايما هي الدنيا الاخرى، كلنا مقالنا غادي، كلنا نهايتنا غادي، دونك ما تعرفش عليها في اي لحظه. ربي يطول عمر الناس الكل، ولكن ديما نحطوها في بالنا باش نعرفوا راهو بالعكس كل ما تعمل الباهي كل ما يكون باهي ليك انت. الكلمه الدنيا راهي ما تخلي كان الحاجه الخايبه في قلوب الناس. هاكم تشوفوا فايزه معناها الجنازه نتاعها اكبر دليل، مواقع التواصل الاجتماعي الكل تترحم على فايزه المحرسي. ناجحه انت كنت من الناس اللي قريبه لفايزه وكنت واقفه معاها وكنت تقريبا كل يوم بحذاها للامانه، وهي توا في دار الحق واحنا في دار الباطل. انا حكم علاقتي بفايزه ماهيش علاقه كما برشا اصحابها المقربين منها، نحكيو مع بعضنا، ساعات نسالوا على بعضنا، كي نهبط انا كليب يعني تبارك لي انا كيف كيف، بيناتنا محبه، لكن ما عندناش القرب، معناتها ماناش قراب ياسر لبعضنا. في مرض فايزه في البدايه باش نقول اللي هي يعني كي هي في السبيطار كذا، حاولت انا مشيت انا وهلا الذوادي وقتها للسبيطار الميليتير ما نجمش ندخلوا. بعد مده تقابلت انا والفنان هشام النقاتي، قلت له هشام المده الاخيره هذه باش نحكي على المده الاخيره الشهر اللي تعدى الشهر اللي فات الكل اللي قبل ما تموت بنهاري. مشيت انا والفنان هشام النقاتي زرناها، حكينا ضحكنا فتلكنا، ريت فايزه في قمه الوجع نتاعها ما تحبش توريه، في قمه المعاناه نتاعها ديما ماذا بها تظهر. هي خبيت مرضى ناجحه، انا سمعت اللي من 2017 ولكن خبيت وما حبيتش تحكي لحد. والله انا شوف قلت هي في دار الحق وانا في دار الباطل، اللي قالته قالت لي ناجحه فقت بالمرض نتاعي في وقت الكورونا، هذايا اللي قالته يعني هذايا معناتها كما قلت لك هي في دار الحق وانا في دار الباطل، معناتها ما ربي يعني يشهد بالكلام اللي قالته. فما برشا حاجات انا من دي ديتاي ما نحبش ندخل فيهم، لانه كما قلت لك ربي يرحمها امراه باهيه، امراه ناضلت، امراه محبه للناس ومحبه للحياه. ان شاء الله علاش قلت لك ان شاء الله نتعدوا. هي ريت فايزه الله يرحمها هي اللي عملتك البادره اللي كل فنان ما يعمل غنايه ولا كليب تهبط ولا مشاو على منوالها الفنانين، كانت تعاون ياسر، كانت تحب الناس برشا، كانت هذه معناتها مش باش نزيد انا على اللي قالوه العباد، هذا الكل في فايزه المحرسي. شنو هي وصيتها ناجحه؟ ما نعرفش كان سمعت انت كيما حكيت لك في بالي قلت باش نزورها، ويعني زياره نتاع مواسات، وخاصه يعني باش نقول حاجه اللي شرب حشيك من نفس الكيس يعرف ما معنى المرض وما معنى المعاناه. الله لا تمرض حد حتى عدوك المرض هذا ما تريدهولوش، خاطر من رسمي فيه برشا يعني برشا وجيعة وبرشا الم. ضحكنا فدلكنا حكينا، حكيت لي حاجات، حكيت لها حاجات، قلت لها توا تقوم لاباس يا فايزه توا كذا. بعد قالت لي ناجحه نحبك تجيني كل مره تزورني. قالت لي نحب على الجرافيولا، قلت لها حاضر، قلت لها تو نشوف لك الجرافيولا. حتى هشام ما كحد وقال لي راني نحاول باش ندبر لها الجرافيولا. كلمت صديقي واخويا والاعلامي اشرف البرهومي، قال لي ناجحه ديجا وصل صاحبه باش يجيب لنا من باريس. كيف كيف انا وصيت عندي حبيبتي هناك، كيف كيف جابت لي الجرافيولا، هزيت لها الجرافيولا، قالت لي نشحة راني نحب ناكل من الجرافيولا.
قعدت كل مرة نزورها، كل مرة نلقاها في وضعية يعني كل مرة في وضعية يعني ما هي قاعدة تتحسن، ولا مش قاعدة تتحسن حالتها. موقفين عليها الدواء، ما نعرفش من الطب ولا ما نعرفش هذيك امور. ونفسيتها كيفاش كانت؟ كانت فرحانه بالناس؟ انا صديقتها ألفة كانت معانا، كانت حاسه من بعض الناس. انا وين نمشي نلقى بحذاها الفرمليه اللي بالحق هذيك هي اللي تلهيت بها، يعني على مستوى صحيا وعلى مستوى نظافه كل شيء، الفرمليه والبنيه اللي معاهم في البلاط. ونحب بالحق تحية وشكر كبير لصاحبتها ألفة، لأنها هي الوحيدة اللي ماديا ومعنويا أنا اللي ريتو. أنا هذي باش نحكيها، أنا كما قلت لك هي في دار الحق وإحنا في دار الباطل، مش علاش باش نزيد خاصة مراميتها. ربي يرحمها، واللي عمل الباهي يعطيه الصحة وإن شاء الله في ميزان حسناته، واللي عمل الخايب هو ما نصورش اللي باش يعمل الخايب باش يرى حاجة باهية، خاصة مع مرأة يعني مضامة ومرأة معتها وصلت تعب برشا سيدة، تعبت. أنا ريتها قبل ما تتوفى بنهاري، صدقني روحت مريضة نحكي لأشرف، قلت له يا أشرف ما عادش نجم نمشي لسيدة بالحق، خاطر ريتها في وضعية معناتها التعب النفسية برشا، وربي إن شاء الله يرحمها وإن شاء الله الكل تلقاه في الجنة يا ربي. أمين يا رب. يقولوا مريض السرطان يموت شهيد. ربي يرحمها وربي يرزق أهلها وعائلتها للصبر. المنيت هو كل واحد والقدر نتاعه، وكل وهذيك كاتب لها. أما أنا باش نقول كلمة بركة، تمنيت مع ريتها كلمة اللي يقول لك هو ميت، كي هو حي اشتهى بثرة كي مات على القول عرجون، هذيك ما نحبهاش. انا تمنيت طاروا بها عملوا حل، يعني هذاك قلت قدرها فيه، قدرها وهذاك كتب لها. اما زاد القدر عنا فيه يعني مسؤوليه، يعني ما كنا ننجموا 8 شهور هي في دارها. حبيت يعني يخرجوها لبرا مثلا، ما نعرفش نجحها مثلا اي يعملوا ديزافي، شوفوا طب اخرين. ثم هي كما قلت انا ما نجمش، اللهم الاعتراض، وهذاك قدرها وهذاك حد عمرها. اما انا هكاك نقول، ما نعرفش اذا كانها غلطه ولا صحيحه، ما نعرفش. ربي يرحمها وربي ان شاء الله يخفف عليها التراب الرزين، وربي ان شاء الله يصبر اصحابها واحبابها وعائلتها والناس اللي تحبها. ربي يصبركم وان شاء الله يطلع يا ربي، ان شاء الله يكون مثواها الجنه ويصبر عائلتها واصحابها. انا نشكرك برشا نجحه جمال، يعطيك الصحه على تدخلك برغم نعرف الحزن. يعيشك. شكرا لك نجحه جمال، ربي يصبر اهلها وربي يرحم فايزه المحرسي. ان شاء الله نكونوا قدمنا حاجه هكا بسيطه في يمكن الشكر لفايزة المحرسي على أخلاقها الباهية، على كلمتها الطيبة اللي ديما تقولها في لقاءاتها الإعلامية، على وقفتها مع برشا ناس الجربية الأصيلة. نعزيو أهل جربة زادة كيف، ربي يرحم فايزة المحرسي وربي يجعل مثواها الجنة. وانا نعاود نقول نتفكروا اللي الدنيا فيها موت يا ناس، دونك خلينا نتعظوا كل مرة كل ما نشوفوا حد توفى في عمر صغير. فايزة مازالت صغيرة ومازالت نجم يمكن حياة قدامها، ولكن الله غالب، المرض كان أقوى وذيك حكم ربي وذيك اللي مقدر لها. ربي يرحمها وربي يجعل مثواها الجنة. انا نحب نختار غنية من الغنيات اللي بالحق ناجحين برشا ويحبوهم برشا التوانسة، يحسبونا طحنا، نسمعوها بصوت فايزة المحرسي يرحمها. ورجعين